بسم الله الرحمن الرحيم. هل صحيح أن العمرة لها تحللان وأن التقصير يصح؟ أن العمرة لها تحللان وأن التقصير يصح في أي مكان خارج مكة، مع ذكر دليل من قال أن لها تحللان. شيخ بارك الله فيك، الحج ثبت أن له تحللان، العمرة لم يثبت، ولا يمكن أن يتحلل الإنسان منها إلا بالحلق بعد السعي والسعي بعد الطواف، ثلاثة مرتبة: طواف، سعي، حلق أو تقصير. لكن هل يلزم أن يكون الحلق في مكة أو التقصير؟ مو لازم، لو خرج من مكة وهو باق على إحرامه حلق في جدة مثلا فلا حرج عليه. في دليل يا شيخ على إيه؟ اللي يقول لها تحللان هو مثبت فيأتي بالدليل، والذي يقول ليس لها تحللان نافي، فأين الدليل على التحللين؟ لكن ليس هناك دليل على أنه يجب أن يكون الحلق أو التقصير في مكة، ما في دليل. لو حلق خارج مكة وهو باقٍ على إحرامه فلا بأس، مع أن الأفضل أن يحلق من حين ما ينتهي من السعي عند المروة، هذا الأفضل. نعم.